دي كانت اخبار فرقتنا، وان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون جاهزه. وبمناسبه اكرم، الحقيقه اكرم قدم ماتش اكتر من رائع قدام الجونه، وانا عارف انه كتير من جماهير النادي الاهلي ممكن تكون متضايقه من ضياع نقطتين في مباراه بتشوفها انها مباراه سهله. انا هتكلم مع حضراتكم بكل التفاصيل طبعا، بس خليني برضو في البدايه نقطه نظام. واحنا كنا بنتكلم عن النادي الاهلي، وكنا بنتكلم على الكبير، وكنا بنتكلم على القدوه، وكنا بنتكلم على المثل الاعلى، وكنا بنتكلم انه النادي الاهلي اضافه كبيره جدا، او كل خطوه بياخدها النادي الاهلي بتعتبر اضافه كبيره جدا لمنظومه الرياضه في مصر بشكل عام وفي كره القدم بشكل خاص. وهنا لينا وقفه شويه، لانه الحقيقه انا اتفهم جدا ان اتحاد الكره المصري يبقى على مسافة واحدة من كل الأندية، ده شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا ومفهوم جدا، ونأكد عليه ونطالب بيه كمان لما نكون بنتكلم على مسابقة محلية. لكن لما نكون بنتكلم على مسابقة قارية أو مسابقة عالمية بيشارك فيها النادي الأهلي، هنا أنا الحقيقة لا أتقبل فكرة إن النادي الأهلي إنه اتحاد الكرة يكون على مسافة واحدة من كل الأندية، لأنه النادي الأهلي هنا بيمثل مصر. وإحنا قلنا إنه النادي الأهلي لما جاب برونزية عالم هو ما جابهاش لجماهير النادي الأهلي بس، هو جابها لجماهير الكرة المصرية كلها وجابها للرياضة المصرية كلها. ونادي الأهلي لما رفع كاس بطولة أفريقيا ما جابهاش لجماهير النادي الأهلي بس، هي بطولة تحسب وتضاف لرصيد الأندية المصرية على صعيد البطولات القارية. هنا مفترض أنه أنا أفهم أن اتحاد الكرة المصري يكون ليه دور داعم، وده لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على الإطلاق، عشان محدش يقول لي هنا أنه لا ده كده هنا مفيش عدالة أو مفيش مساواة. لا، لما نادي الاهلي يكون ممثل مصري يبقى على اتحاد الكره المصري انه يدعم النادي الاهلي في مهمته بصفته ممثل مصر الوحيد في بطوله الاهم على مستوى قاره افريقيا. بكلم حضراتكم على طبعا مواجهات الاهلي في شهر مايو اللي هيبتديها بمواجهه سان داونز حسب ما تم الاعلان عنه في القرعه. وخدوا بال حضراتكم، احنا طول الشهر اللي فات ومن قبل الشهر اللي فات كمان واحنا بنتكلم على ضغط المباريات العنيف اللي بيعاني النادي الاهلي منه واللي خلاه يلعب 19 ماتشات في شهر ابريل. وفي شهر مايو بنبتدي بمواجهه غزل المحله في المحله، ومواجهه الاتحاد في اسكندريه، ومن بعدهم نواجه الزمالك وصيف البطوله حتى اللحظه، او يعني متصدر البطوله بشكل مؤقت لغايه لما النادي الاهلي ان شاء الله ينهي مؤجلاته، وبعد كده نلعب مع بطل جنوب افريقيا، واحد من برضه من ابرز المرشحين في مباراه صعبه جدا، وكثير من الخبراء بيشوفوا انها نهائي مبكر. فين دور اتحاد الكره هنا؟ يعني انا مش قادر افهم إيه يعني. خدوا بال حضراتكم انه الجمهور يمكن عشان مش موجود في المدرجات صوته مش واصل قوي، لكن اللي يدخل على كل صفحات الفانز بتاعه النادي الاهلي على مواقع التواصل المختلفه تقريبا كل الناس بتتكلم على وجود مؤامره ضد النادي الاهلي عشان تعطله، سواء فيما يتعلق بمنافسته على لقب اللي بيحمله كبطل للدوري العام، او حتى في مشواره في افريقيا. ليه نوصل الامور للدرجه دي؟ ليه حاله الشح؟ ليه نحط الامور او نحط الـ 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 الحاجات في اطارها غير الطبيعي اللي يخلي الناس الحقيقه في حاله تحفز كبيره جدا، وتشوف دايما انه في مؤامره دايما ضد النادي الاهلي او لعرقله مسيره النادي الاهلي. كان مهم جدا على المسؤولين وفي ظني الحقيقه ان هم يفوتوا فرصه من النوع ده، وكان الاهم بالنسبه لي كمان قبل تفويت الفرصه انه يبقى في اي ملامح دعم للنادي الاهلي في مشواره بصفته ممثل مصر الوحيد في دوري ابطال افريقيا.